الفضائية المتخصصة. وقتها تم إحداث هيئة الحقيقة والكرامة اللي هي المعنية أساساً وخاصةً بالكشف عن الحقيقة، وكذلك بإحداث أو بإعداد برنامج شامل لجبر الضرر. كذلك وهي تشترك مع فما يعني في المحاسبة مع الدوائر القضائية المتخصصة، لأن هي التي تعد تلك الملفات وتقوم بإحالتها لتلك الدوائر. وقع أحداثها بمقتضى أمر في سنة 2014، أمر حكومي أحدث في الأول 9 دوائر متخصصة في العدالة الانتقالية، ثم بعد ذلك تم إحداث 4 دوائر أخرى جزائية جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية، فأصبح بذلك عدد الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وعدد 13 دائرة جنائية متخصصة. تحدث دوائر قضائية متخصصة في محاكم، لدى محاكم مقر، محاكم الأسناف، للنظر في الانتهاكات الجسيمة اللي هي موضوع فصل 3 من قانون العدالة الانتقالية، يعني انتهاكات الجسيمة أو انتهاكات الممنهجة في إطار العدالة الانتقالية. تحيل الهيئة إلى النيابة العمومية الملفات يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة حقوق الإنسان. هيئة الحقيقة والكرامة أحالت فقط ملف واحد الجبس، وفما برشا الملفات وفي العديد من التصريحات قالت فما هناك معناها العديد من الملفات سيقع إحالتهم قريبا على دوائر القضائية المتخصصة. ولهنا يتنجم معناها القرار اللي تاوى مؤخرا، بغض النظر أنا منجمش باش نناقش في شرعيته أو في عدم شرعيته، ولكن معناها هو يمس من مسار العدالة الانتقالية، خاصة وأنه الملفات هذوما اللي قاعدة عند هيئة الحقيقة والكرامة اللي باش تحالوا دوائر قضائية متخصصة وقت إيش؟ الوقت الحاضر لحد الآن فما دوسي فقط، ولكن الأسبوع هذايا فما دوسي آخر، شغل الأسبوع الجاي دوسي آخر، وديما دوسيات من نوع علي السمية دوسي، فيه منتهكين معينين حسب سلطة القيادة كما قلنا، لأنه الملفات المعنية لكن الجريمة ذيك والمنسوب الانتهاك هذاك اللي قام بالتعذيب تلقاها مات بالمئات، يعني نفس المعذب هذاك اللي مختص التعذيب وبعثوه بالذمة باش يثاب السياسيين المعارضين ويعمل في هذا صنع حتى يقر ولا يحب مجرد يخليهم تحت تعذيب يكملوا موته ويكتبوا في المشكومات. إذا نفس الشخص اللي قام بالتعذيب ملفات يتعلق به وتشكوا منه الضحايا اللي صابوا ملفات تلقاها بالمئات، منهم واحد قيلوا 700 دوسي يتعلقوا بالذات، هذا كان بروفيسيون نتاعو تعذيب سيرو مال الكيلومتر نتاعو اللي عذبهم مش يكونوا بالمئات. اذا كي نقول مثلا كي نعديو مثلا 30 ملف عذبهم حوالي في المئة، لكن واش معناها 3000 دوسي من الضحايا. واحنا في ضبط المسؤوليه نتاعهم باش نحيلوهم كمتهمين نستعين بالقانون الوطني الجزائي واش يقول كيفاش طريقة التجريم وشكون اللي متهم وش هي الجريمة تنطبق عليه، فهمت؟ المجلة الجزائية فهمت؟ وفي آن واحد نطبق عليه المقياس اللي قال عليه قانون العدالة الانتقالية فصل 8 اش يقول؟ يقول إذا تتعاهد دوائر القضايا المتخصصة فهمت؟ بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاك الجسيم وحقوق الإنسان على معنى اتفاقيات دولية وصدق عليها. إذن كذلك مقاييس القانون الدولي ندخله. جريمة الاختفاء القسري هي غير مجرمة، هي غير مكرسة في القانون الداخلي، القانون التونسي الجزائي، وإنما تونس بغض النظر وأنها صادقت على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، صادقت عليها معناها يعني يصبح لأنه نعرف نحن بالقانون كي نقراه رغم إذا كان وقعت المصادقة على الاتفاقية رو أصبح حتى هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من منظومة القانونية للبلاد التونسية. ولكن صحيح جرمت الاتفاقية الاختفاء القسري، ولكن لم تنص على العقوبة بأن قانون سيقع الاعتماد. هل يقع الاعتماد القانون الجزائي التونسي أو هناك قانون جزائي خاص؟ قانون عدد 53 سنة 2013 منح هيئة الحقيقة والكرامة العديد من الصلاحيات اللي هي توصل حتى لدرجة صلاحيات حاكم التحقيق وصلاحيات ضبط العدلية، أي بالتفتيش والحجز وبالاستدعاء يعني كل شخص ترى فيه معناها ضرورة لسماعه، بالتحقيق وبالفصل كان واضح التحقيق في الانتهاكات وكلمة التحقيق اللي هي عملت إشكال. هل أنه التحقيق، هل أنه هيئة الحقيقة والكرامة هي سلطة التحقيق أنها حاكم تحقيق؟ الهيئة تحيل الهيئة إلى النيابة العمومية الملفات يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة حقوق الإنسان. إذا فكرة تقدير، سلطة تقديرية، ما يسمى ملائم تتبع، ما يسمى لابورتيني بورسويت بالسوري، تقوم بها برسيب النيابة العمومية كجمهورية. هنا القانون عطانا نحن دور
السلطة التقديرية الملفات اللي من خطورة بمكان ومن التعبير على أنه وضعية تستاهل باش تكون عبرة وتعدى على المحاكمة ثابتة بطريقة كافية، هذه كان اختار نعديو هذا الغرض.